أهلا بكم، دعونا نقول لدي التكامل غير المعرف 1 تقسيم الجذر التربيعي لـ3 ناقص 2 إكس تربيع. بالطبع لدي دي إكس هنا، إذن هنا عندما أنظر على هذا هناك لا يوجد طريقة تقليدية واضحة لأخذ هذا التكامل. لا أملك المشتقة لهذا، لا توجد في مكان آخر في التكامل، إذن لا أستطيع القيام بالاستبدال التقليدي، لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ حسنا، هذا تقريبا يبدو مثل المتطابقات المثلثية التي تعودت عليها، إذن ربما أستطيع استبدالها مع اقتران مثلثي. إذن دعونا نرى إذا كنت أستطيع أن أجد متطابقة مثلثية شبيهة بهذا. حسنا، المتطابقة المثلثية الأساسية هذه تأتي من تعريف وحدة الدائرة، والتي هي جيب التربيع لثيتا زائد جيب التمام تربيع لثيتا يساوي 1. ومن ثم إذا طرحنا جيب التمام تربيع لثيتا من كلا الطرفين حصلنا، أو إذا طرحنا الجيب تربيع لثيتا من كلا الطرفين نستطيع أن نقوم سنحصل على جيب التمام تربيع لثيتا يساوي 1 ناقص جيب تربيع ثيتا. نستطيع أن نقوم بأي طريقة، لكن هذا وهذا الشيء هنا ليبدو أقل قليلا من هذا. ربما أستطيع القيام ببعض عمليات جبرية لجعل هذا يبدو كثيرا مثل هذا. إذا أول شيء، ومن المحتمل لدي 1 هنا على الأقل، إذا دعوني أخرج عامل مشترك 3 خارج هذا المقام. إذا هذا هو نفس الشيء مثل التكامل لـ1 تقسيم الجذر التربيعي دعوني أخرج العامل 3 خارج هذه العبارة، 3 مضروبة في 1 ناقص 2 تقسيم 3 إكس تربيع. لم أقم بأي شيء خيالي هنا، أخرجت 3 كعامل مشترك خارج العبارة وهذا كل ما فعلت، لكن أدق شيء هنا هو هذا التعبير، يبدو مشابه لهذا التعبير كثيرا في الحقيقة. إذا قلت أن هذا الشيء هنا هو 1 ناقص 2 تقسيم 3 مضروبة في إكس تربيع، إذا اعتبرنا هذا مساوي للجيب تربيع سيكون قادر ليستخدم هذه المتطابقة. إذا دعونا نقوم بذلك، دعونا نضع 2 تقسيم 3 إكس تربيع، دعونا نضع هذا يساوي الجيب تربيع لثيتا. إذا أخذنا الجذر التربيعي لكلا الطرفين لهذه المعادلة حصلت على الجذر التربيعي لـ2 تقسيم الجذر التربيعي لـ3 ضرب إكس يساوي الجيب لثيتا. إذا أردت أن أجد إكس، على ماذا حصلت؟ حسنا، علينا أن نجد كلا إكس وثيتا. إذا دعونا نقوم بكلا الطريقتين، أولا دعونا نجد ثيتا، إذا أوجدنا ثيتا ستجد ثيتا تساوي جيب الزاوية القوسي أو معكوس الجيب للجذر التربيعي لـ2 تقسيم الجذر التربيعي لـ3 مضروبة في إكس، هذا إذا أوجدنا ثيتا. الآن إذا أردنا إيجاد إكس عليك فقط ضرب كلا طرفي المعادلة، الضرب العكسي لهذا وسنحصل على إكس تساوي، نقسم كلا طرفي المعادلة بهذا أو نضربه بالمعكوس يساوي الجذر التربيعي لـ3 تقسيم الجذر التربيعي لـ2 ضرب جيب ثيتا، وسنستبدل هذا بالجيب تربيع لدي اكس، لكن لا نستطيع ترك هذا.
حسناً، إذن مشتقة x بالنسبة لثيتا تساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم الجذر التربيعي لاثنين بالنسبة ل x، هي فقط جيب التمام لثيتا. وإذا أردت أن تكتب هذا في العبارات ل dx نستطيع فقط أكتب dx تساوي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم الجذر التربيعي لاثنين ضرب جيب تمام ثيتا دي ثيتا. والآن نحن مستعدين لنعوض، إذن يمكننا إعادة كتابة هذا التعبير هنا. سأقوم به باللون الأحمر، أنا استخدمت هذا، دعوني أقوم به باللون الأخضر. نستطيع أن نعيد كتابة هذا التعبير هنا الآن. هذا تكامل غير معرف لـ dx في البسط. بدلا من كتابة هذا 1 ضرب dx، أستطيع فقط كتابة dx هنا، التي تكون dx مثل هذه، أنت فقط تضربه بـ dx. إذن ما هي dx؟ dx هي هذه المعادلة، سنكتبها باللون الأصفر، dx هذه هنا، إذن هي الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم الجذر التربيعي لاثنين جيب تمام ثيتا دي ثيتا. هذا ما كانت dx. الآن البسط في معادلتي، لدي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب، الآن هي 1 ناقص، الآن قلت 2 تقسيم 3 مضروبة بإكس تربيع تساوي جيب تربيع ثيتا. الآن كيف أستطيع أن أبسط هذا؟ حسناً، 1 ناقص الجيب تربيع لثيتا، ما هو الجيب تمام تربيع لثيتا؟ هذا هنا هو الجيب تمام تربيع لثيتا. إذن التكامل غير المعرف أصبح الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم الجذر التربيعي لاثنين جيب تمام ثيتا دي ثيتا. كل هذا مقسوما على الجذر التربيعي لثلاثة ضرب جيب تمام تربيع لثيتا. هذا فقط أصبح الجيب تمام تربيع لثيتا. إذن دعونا فقط نأخذ الجذر التربيعي لهذا الجزء. إذن هذا سيكون مساويا ل، سأقوم بعمل تغيير عشوائي للألوان، الجذر التربيعي لثلاثة تقسيم الجذر التربيعي لاثنين جيب تمام ثيتا. كل هذه الأصناف تقسيم، ما هو الجذر التربيعي لهذا؟ إنه مساويا للجذر التربيعي لثلاثة ضرب الجذر التربيعي لجيب التمام تربيع. الآن هذا يبسط الأشياء أفضل نوعا ما. لدي جيب تمام ثيتا مقسوما على جيب تمام ثيتا، هؤلاء تلغي بعضها البعض، إذا نحن سنحصل على 1، ومن ثم الجذر التربيعي لثلاثة هنا مقسوما على الجذر التربيعي، إذا هذان الاثنان سيلغي بعضهم البعض، إذا تكاملي سيصبح وسيبسط بشكل متقن إلى 1 تقسيم الجذر التربيعي لاثنين مضروبة ب دي ثيتا، أو حتى أفضل أستطيع كتابة هذا فقط عبارة ثابتة أستطيع أن أخذه خارج التكامل. هذا يساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لاثنين ضرب التكامل لدي ثيتا، وهذا سهل جدا. هذا يساوي 1 تقسيم الجذر التربيعي لاثنين
ضرب ثيتا زائد سي زائد الثابت. أنا أقصد تستطيع القول أن التكامل لهذا هو ثيتا، ومن ثم نضرب الثابت ضرب هذا، لكن هذا هو سيكون ثابت بعض الشيء. أعتقد أنت تعرف كيف تأخذ تكامل المشتقة لهذا، لكن ماذا فعلنا؟ حسنا، نحن نريد أن نعرف تكاملنا غير المعرف بعبارة x. إذا الآن علينا أن نعكس البديل. إذا ما هي ثيتا؟ أوجدناها هنا، والتي تساوي جيب الزاوية القوسي للجذر التربيعي لاثنين تقسيم الجذر التربيعي لثلاثة مضروبة في x. إذا التكامل غير المعرف الأصلي، والذي كان كل هذا هنا. الآن سوف أعكس البديل لثيتا، أو نضع x في الخلف، يساوي واحد تقسيم الجذر التربيعي لاثنين ضرب ثيتا. هي فقط هذه ثيتا، هي جيب الزاوية القوسي للجذر التربيعي لاثنين الجذر التربيعي لاثنين تقسيم الجذر التربيعي لثلاثة ضرب إكس. ومن ثم لدي هذا الثابت هنا زائد سي. إذا هذا هنا هو تكامل المشتقة. تكامل المشتقة لواحد تقسيم الجذر التربيعي لثلاثة ناقص اثنين اكس تربيع. آمل أن تجد هذا مساعدا لك. سأقوم بربط الكثير من الفيديوهات، حيث سنقوم بمجموعة من الأمثلة لكي تصبح هذه الأمثلة مألوفة لك. إلى اللقاء.